شوف جميل عبيك سو تابو حصن هنا هنا اوكي اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم يوسف وخلود من قناه يوكو فريند. اول شيء بالعافيه. الله يعافيك. سميت بالله. بسم الله. ترى توك دف 4 سندويشات تسوي نفسك متفاجئ. لا الحمد لله لسه ما بديت اكل. طيب خلود ايش الشيء المجنون زي ما شافوا بالثمبنيل؟ اول شيء ايش اسم القناه؟ اسم القناه لوكو فريندز. لوكو بالاسباني يعني مجانين. فاحنا اللي فكرنا اليوم فكره مجنونه بنسوي اكس او في نص البحر. إيش معنى؟ لا تقول لي لعبت اكس او ولا شفت احد يلعب اكس او في نص البحر. انا والله عشان ما انزل لك فايت. واكبر دليل انه ما في احد. انا بحثت في اليوتيوب كتب اكس او بنص البحر ما في احد. بحثت فيسبوك تويتر كل شيء ما في احد. سناب شات حتى ادور شيء قديم. طاري سناب شات كيفكم؟ ها عطاري سناب شات كيفكم؟ تنظفونا يعني؟ كيفهم؟ هذا سنابي. عطى دقيقة واحد. هذا سناب بخلود. الساعة 6:30 الحين الصباح وصلنا مدينة الجبيل عشان بنروح كورنيش الفناتير ونسوي فكرة الاكس او في نص البحر. معناتها انا وبخلود جايين بدري الجبيل عشان نجهز الاغراض من التيشيرتات ومنجهز السباح بنجهز الشباب كل شيء. هم عبارة عن 3 ايام. بخلود قسم بالله لعبة مش طبيعية وتحتاج تكنيك وسرعة. انا اقول نبدا الفكره. مو الفكره، شوفوا تجهيزاتنا اول والاغراض حتى القرعه. لا تسوي سكيب عشان تفهم قوانين اللعبه لان اللعبه شوي معقده. صح. ركز. يلا صباح خير يا جماعه. وصلنا اللوكيشن حقنا في الجبيل. هذه عدتنا واغراضنا كلها عشان تجهيز لعبه الاكس او بالناس. اغراضنا بتكون عباره عن اللعبه هذه اللي اساسا هي فكرنا فيها انها تكون اكس او. هي في الاساس سباحه. شوفوا سباحه يدخلون فيها 9 اشخاص لكن احنا فكرنا هذا فكر وهذا فكر انها راح تكون هذه اكس او. اكس او بس بالناس. احنا طول عمرنا احنا صار نلعب الاكس او بالورق. هالمره بتشوف شيء كذا مش من مخك جاي من الفضاء. عندنا 3 الوان من التيشيرتات. كل فريق بيكون لابس تيشيرت معين عشان نميز بينهم. والشيء اللي يميز التيشيرت اللي راح يلبسه ان في تيشيرت راح يكون فيه اكس وفي تيشيرت راح يكون فيه او. راح تسالني شلون؟ ما عليه شيء. يوسف ابو خلود فكروا فيه. نبدا تجهيز. ايه نبدا تجهيز. اول شيء خلينا ننفخ البالونه. ليتس جو يا جماعه. ترى حجمها مره كبير تستغربون. اوكي جهزت الاكس او. جماعه الخير شيء مش طبيعي. يوسف ادخل داخل. ادخل داخل. يعني انا اكس الحين باقي لي 2 اكس وافوز. انا اشوف ان الشرح يتفصل لكم بعد شوي مع الشباب اللي راح يجون. راح يكونون 3 ايام. كل تيم راح يكونون 3 اشخاص وبنسوي قرعه بين الايام وقرعه مين راح يبدا اول. طيب سباحتك حلوه. ها سباحتك حلوه. اسمع روح طب في البحر. والله ذي هذه الوحيده اللي مستحيل تغرق فيها يا جماعه. انا اول مره اشوف سباحه تشيل 9 صراحه. هذه تشيل. انا اول مره. ان شاء الله نهايه الفيديو بندخل كلنا فيها وبنروح نسبح بعيد. اوكي اوكي. حلو حلو حلو. الحين التجهيزات الثانيه بعد ما خلصنا السباحه راح نحط صف التيشيرتات وفي الاتيام اللي هي راح تكون اكس واتيام راح تكون او. بخلط كل شيء. اوكي كل شيء تمام. امورك تمام. تمام. كيف الالوان اللي عندك؟ 100 100. هذا 3 رصاصي وهذول تيم وردي. تيم وردي وتيم في رصاصي. في تيم البنكي، التيم الرصاصي والتيم البلاك. تيم البلاك. ان شاء الله ان الشباب كلهم يجون. واذا ما جو احد من الشباب انا صراحه ودي ذا الشيء. ودي نلعب انا وياك. احنا بنحاول نصور لكم اللعبه من جميع الزوايا. بخلود انا اشوف ان اخر شيء المفروض اننا نلعب. والله اذا في مجال في التيم راح نلعب ان شاء الله. واذا ما في مجال طقينا 2. اسمع اذا ما في مجال باخذ السباحه وبشرد فيها. لا اول تيشيرت راح ينصبغ. اي ذا البخاخ. مره خفيف ما يبين. لا بخلود كبرها. اصبر ايش فيك؟ انا ما اشوف هذه. حلو اوكي. أوه. من قدام ومن ورا. واضح؟ من ورا عشان حتى لو عطينا ظهره وسط اللعبه ندري انه هو او. من ورا بخليه اكس. ليه؟ عشان لو فاز يمكن يفوز الفريق فيصير او، بعدين يعكس يصير اكس. لو 2 او تقابلوا. طيب لو انه كان معطينا ظهره وسط اللعبه؟ نشوفه اكس. ها؟ حلو. هنا التيشيرت صار من ورا ومن قدام. أوكي. أو. اوكي وهذا او. حلو. أوكي. يلا اللي بعده اكس اكس اكس. طيب هذا التيم الوردي. يوسف عطهم 2 اكس. عطهم 2 اكس على السريع. الحين الاكس يجيك على التيم الوردي باللون الاخضر. ليش ما ادري مش متناسقين بس بكيفهم. هذا الالوان موجوده. انا اهم شيء ما راح البس شيء منهم. بسرعه عاد خلصت اللون. بس بس يوسف قاعد يلون. بس 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 بس. طيب بدينا استعدادات اللي هو الالوان والاشكال. سوينا الدائره والاكس. فكرنا التيم الثالث خليناهم مثلث. هذه من كيفنا. انا بكون حكم الصفاره. هذا على صوت انفخ.
إيه والله قوية مرة. إيه هذا اللي بيسمع. إذني. كل شيء جاهز. كل شيء جاهز. بس باقي مين؟ الأتيام يلبسون وهب على البحر. وصلنا يا جماعة كورنيش الفناتير الخرافي، بس الماي ما أدري من صالح الشباب ولا ضدهم، الماي ثبرة يعني الماي نازلة تحت ما راح يسبحون واجد. حلو، معناتها الشباب ما راح يكون عليهم سباحة كثير، اللعبة راح تكون بالنص لين هذاك الخط اللي تشوفونه. معناتها في سباحة، اللي يبي يسبح بكيفه، اللي ما يبي يسبح يكنسل اللعبة. طقمك يا خالي من وين؟ شاري من بخلود. شوف هي خلينا يلا 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 نشوف الاكسو حقتنا فعلا بتروح على الماي ولا شو السالفة. يلا خلينا نجربها. حلو. يلا 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 يلا. طبعا هناك الشباب بعد شوي راح نروح لهم، هم شوي مشغولين قاعدين ياكلون سناكات. اسمع الشباب قاعدين ياكلون سناكات عشان يصحصحون حق اللعبة. طب شوف هاي سباحتي الجديدة. يلا. اوب 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 يلا خلينا نجرب خلينا نجرب. سو تيست سو تيست. كيف؟ إيزي. كيف كيف الأوضاع؟ اسمع والله مرة كويسة. اسمع مهنتك الحين مش المهنة، بس اللي انت راح تسويه ان تشوف لو في احد غش، لو في احد شيء بمسك جوالي من زاوية ثانية، واي واحد يغش منهم على طول. هذا الشباب وصلوا. هذا الافريقة موجودة، ودعان دحوم بعمرية سلطان عبود بحميد بملة حمزة بقو وبدور يا جماعة، هذا الوحيد اللي ما راح يلعب. انا بقو انا بقو اقوى تيم. لا 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 وعلى وعلى فكرة من اربع اسابيع نظارته ما نزلت من على عينه. تبيها بوكس يعني؟ تبيها خل انا ايزي ايزي يا عيال. يلا وخرا وخرا بخلي بخلي بس نظارتك اول. طيب طيب الشباب عددهم 9، معناتها راح يكونون 3 افريقيا، كل فريق راح يكون من 3 اشخاص، معناتها اللي يسوي لاين كذا او كذا او اكس او معروفه يا جماعه، كل احد كل احد يلعب اكس او. الله هو بالبشر وبتكونوا لابسين فنايل عليها اكس او 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 مثلث. حلو، فالحين بيسوي قرعه بين الاشخاص اللي راح يكونون الاتيام، وقرعه بين اول جيم وبعدين راح تشوفون اللي راح يصير. طيب سوينا القرعة هنا، أول تيم يا شباب جاهزين؟ جاهزين. أول تيم بوملا ودحوم. واحد. دحوم دحوم هنا. اثنين وحمزة. إيزي. 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 أوكي في 3 ألوان، اللون الأسود ورصاصي ووردي، إيش تبغون بسرعة؟ رصاصي رصاصي حلو. واضح انهم متفاهمين مره. يلا 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 البس 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 البس. التيم الثاني الخال الجميل وليس الجميل الاجمل. سلطان سلطان التيم القوي. ابو عمريه هنا ترى لا يغرق قسم بالله انه سريع صاروخ. ثاني واحد معاه بالفريق. ايه طيب شوف من الثالث وينه؟ مباين مباين وينه؟ هنا سلطان جاي تنافس بقوة. حبيبي شوف اللي معاي. أشوف بعمرية ودعان هم الوحيدين اللي بينطلقون. أنت أنا بطالعهم. أنت أنت حكم راي. للأسف صارت الصدفة اللي ما كنا نبغاها، بقو صار مع بدر. الأعداء صاروا تيم بقو وبدر وبحميد. معروف معروف معروف. طيب يا جماعة رتبنا كل شيء، توزعت الأفريقة، هنا عندنا فريق الأو حلو، وهنا فريق الإكس، والواضح أن فريق الإكس داخله بقوة. جاهزين؟ ها يا عيال جايين نجلد هنا. جايين نجلد. كفو تعال 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 هنا تصريح تصريح قوي. لا تقول فريق الإكس هو اللي بيفوز، لأن عندنا خطة راح تنهي. طيب طيب القانون رقم واحد، اسمع ممنوع اي خطه بين الفريق. ايه خلاص تعال 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 لا 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 تعال 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 جد والله والله يا عيال. هي شوف قبيل يلعب اكسو. تعال بخسر نفسي بخسر نفسي بخسر. ممنوع اي تخطيط مسبق. هذا اول قانون يا عيال، اول قانون. لا لا يا اخي لازم وش اللي خلاص ممنوع. ستوب ستوب حسم الامر، ما في اي تخطيط. الكام اول شيء لا تختلف الموضوع. ستوب ما في تخطيط، راح امنع اي تخطيط يصير. الحين راح نعد للثلاثه من القوانين اللي لما توصل هناك ممنوع تطلع فوق السباحه، لازم تنزل من تحتها. عرفتوا يعني هذه السباحه في البحر لازم تنزل من تحتها تغوص تطلع في الحفره اللي تبغاها. اثنين ممنوع السحب، ممنوع الضرب، ممنوع التتفل. لا ممنوع الضرب. لا لازم ضرب. ممنوع التتفل. انا بجلد هنا البايك. بايك ضعيف بايك ضعيف. يلا يلا الضرب. انا راح اكون في الجهه الثانيه لما اصفر على واحد واقول اسمه راح يرجع ويعيد من جديد ويخسر تيمه. طيب اول شيء اول قانون اللي قال عليكم بخلود ان كل واحد يكون بعيد عن خويه، معناتها اكس او اكس او اكس او بينكم مسافه عشان ما حد يتكلم مع الثاني. طيب الحين راح اعد حجر. اسلم انتبهوا ترى اللعبه مره خطيره. أوكي. بعد لي الثلاثة وبصفر بينطلقون الفريقين كلهم
وبيوصل بيحاولون يسوون الاكس والاو. اول لاين انا راح اشوفه بقول انه هو صح على طول بحسبه. تمام انا بحاول اني اركض معاهم احتياط عشان اساعدك في التحكيم. وللتذكير اللي يجيب نقطتين هو الفايز. شباب ها لا احد يطالع. شوف 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 يطالع. شوف يطالع بدر. كل واحد وجهه هناك. يابا ترى في حجر هنا. على طول تدخل تسوي اللاين حقك تتفق مع خويك بالطريق. 3 2 1 يلا يلا. تابوا تابوا تابوا. تابوا حصن تابوا حصن تابوا حصن. انتبهوا الحصى. حلو هنا في اكس. حلو هنا في او في او في اثنين او في اكس هنا. حلو لا 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 بدون ما تتحرك. ثبتوا ثبتوا تعال ثبت ثبت مخلوق. باقي اكس باقي اكس باقي اكس هنا باقي اكس. حلو قاعد يخرب. حلو 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 حلو. اوكي 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 نقطه. حلو 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 نقطة حق الاكس. اي 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 سوري لا لا والله العظيم والله العظيم يا جماعة ان الاكس وصل اول لكن الاو لعب بتكنيك ذكي والله جلادين الاو. حبيبي احنا كلنا بنياها. شوف انا ما جاء حتى ما وصل. حلو ضيعت. انا اقول نقطة للاو نقطة للايش. اشوف تيشيرتك على الاو. الو اوكي نقطة للاو صفر للاكس. يلا النقطة الثانية. الجولة الأولى كانت مرة خرافية يا جماعة قسم بالله مرة خرافية. التنسيق اللي بينهم فعلا كانوا فريق الاكس مستهترين بالاو والاو جلدوهم جلد. باقي جولة ثانية ويفوزون. فريق الاو كيف شعوركم اول نقطة؟ عشان يعرفوا مين القلاد ومن هذا. والله صراحة ذكر جاهش ولا جاه. بس ان اهم شيء فزنا. يلا الحين انتوا فزتوا بالجوله الاولى باقي لكم جوله وتنتقلون للنهائي. محسومه. لا 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 جامدين جامدين. حلو بقو حلو بقو حلو بداحش. حلو بقو حلو بقو. اي سباحه سباحه يا عيال سباحه. حلو بقو اول واحد. حلو حمزه. حلو دخل دخل على طول. يلا يا عيال ساعدوه ساعدوه. هنا اكس. حلو هنا هنا هنا. اوكي لا 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 اوكي لا 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 ها. لا 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 بدر دخل على حمزه. ايوه انا قصير انا قصير انا قصير هو طويل. ايه شيك باشا بدر تسببت بخساره تيمك في الجوله الاولى لا في الجوله الثانيه. لا 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 يموت. ايه ايه حبايب ما عندنا بالحكم ما عندنا بالحكم يا جماعه. وهم يركضون شفت جواتي طارت ما ادري قلت بالحماس حكم الغشاش. ها كيف شعور الخساره؟ اصابه 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 هنا. بدر بدر جاب العيد فينا. اصابه 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 ها اصابه عذارهم. طيب الوعد النهائي جلاد الاو. الوعد النهائي خلاص النهائي. ها اوه سلامات سلامات سلامات. اصابه اصابه انت يا ليت فايزين على كل هالاصابات. انا اول واحد اجي مجروح وخسران مجروح. زي ما شفت النتيجة فريق الاو فاز على فريق الاكس. الف مبروك تستحقونه والله بالجدار. شوفوني هنا اثنين لكن للاسف التيم اللي كان اللي هو الاو الثالث اللاعب اللي هو دحوم للاسف انه مصاب مصاب امرجنسي امرجنسي. ما يشوف شر اخوي عبد الرحمن. ايش تصريحك ايش صار لك؟ والله انا تعبت يا ابو خلود وانا خلاص ما قدرت اكمل. ف اقروا عليه اقروا عليه بسم الله بسم الله. مش معناته ان فريق الاكس ما عنده فرصه انه يوصل النهائي ويلعب ضد الاو مره ثانيه. طيب لانه صار في اصابه مو اصابه واحده تقريبا ثلاث اصابات وفي اصابه عقليه عند بدر مو قاعد يلعب زين فبنعالجها ان شاء الله وانتظرونا بالفيديو الجاي.